أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الشابة أن تصبغ شعرها الأسود لتتزين لزوجها بلون ذهبي أو غيره من الصبغات؟ لا، لا تغير ما دام شعرها سليم، لونه سليم، فإنها لا تغيره بلون آخر، يكون هذا من تغيير خلق الله من غير حاجة، من غير ضرورة. نعم.